السنوات الأخيرة لاحظنا رواج الأحذية باللون النود بكل تدرجاته بقوة في الأسواق وبين المشاهير، لأنه يرهم على الكثير من الأوتفيتس ويرهم على كل الألوان لأنه تدرجاته كثيرة. فحتى إذا كانت لون بشرتك سمراء، بيضة، حنطاوية، راح تلقين دائما درجة النود المناسبة لبشرتك. ولأن الحذاء النود شهد رواج كبير في السنوات الأخيرة، شفنا الكثير من دور الأزياء العالمية والماركات العالمية صنعوا منه قصات وديزاينات مختلفة بكعب أو فلات. طبعا نصيحة مهمة لكل مشاهدات كهرمانة، ننصحك أنه دائما يكون عندك بالخزانة على الأقل حذاء واحد باللون النود مفتوح والثاني مغلق أيضا من لون النود، على حسب لون بشرتك تختارين الدرجة اللي تناسبك، لأنه كلش راح يفيدك ويعتبر استثمار تلبسي في جميع الفصول. أول حذاء راح نحكي عنه اليوم هو من ماركة جيني. جيني أطلقوا حذاء لصيف وربيع 2022 باللون النود بحزامين من الأمام مفتوح صندل، حزامين مرصعين بالكريستال الناعم اللامع، وأيضا حزام آخر على الكاحل لإغلاقه. الصندل كان بكعب عالي جدا وكلش حلو، لأنه هيك نوع من الأحذية كلش حلوة للسهرات وترهم مع جميع الألوان. وهسه أصلا هذا الكريستال لامع دا نشوفه كلش دارج بعلامات كثيرة، منها علامة رينا كافيولا دا نشوف كل الناس دي يلبسون منها، وفعلا تلمع على الرجل، يعني تكون هي الستيتمنت بيس عندك، القطعة البارزة بالأوت. صحيح، حتى إذا كنت لابسة شيء سادة واختاريتي مثل حذاء يكون به هيك حركة، حينطي إن إطلالة أنيقة وراقية وينطي اللوك كلش حلو. ومثل ما تعرفون بنات، الحذاء الشفاف ايضا صار على اكثر من موسم ويانا، وحلو انه يكون بخزانتك نوع من الحذاء، سواء كان حذاء صندل او حذاء مثل ما ذكرت شهد يكون مسدود، حلو يكون قطعه الحذاء الشفاف موجوده بخزانتك. ومثل ما نشوف الان بالصوره من براند هوي، هذا الحذاء الشفاف بلون الوردي النود الفاتح، مثل ما نشوفه يكون بقصة مستقيمة من الأمام مع كعب عالي عريض شفاف أيضا بلون النود، وحزام على الكاحل عريض أيضا بلون الوردي. هذه الأنواع من الأحذية جدا حلوة، ترهم بكل الإطلالات، ترهم بكل على كل ملابس سواء جينز أو فستان، حلو يكون بخزانتنا لأنه ينطي لوك حلو للملابس. فعلا بنات، اللون النود أو اللون البيج من الألوان جدا مفيدة مثل ما قالت شهد، نلبسها ويا أي لبس إحنا حايرين. هناك بعض الملابس تكون ألوانها محيرة، فهيك نوع من الأحذية هيك نوع من الألوان راح يخدمنا ويسهل طريقة التنسيق. فعدة دور أزياء اعتمدت هذا اللون لأنه جدا دارج وجدا مفيد بنفس الوقت. دار أزياء شانيل أيضا اعتمدته بمجموعتها الأخيرة، هالمرة راح نتكلم عن النود، بس النود المايل للزهري. هيك نوع من النود أيضا جدا مفيد، يرهم ويا كل الألوان خصوصا الفاتحة، خصوصا إحنا مقبلين على فصل الصيف. فأصدرت دار أزياء شانيل من مجموعتها الأخيرة لصيف 2022 حذاء باللون النود المايل على الزهري مثل ما قلت، مع بعض الطبعات باللوجو الشهير لوجو شانيل باللون الأسود. وكان الحذاء الكعب مالته كعب عريض، صح عالي بس عريض، فيصير كلش مريح، مفتوح من الأمام وعريض بنفس الوقت أيضا، مع لفة ربطة السير على الحذاء على الكاحل الطائنوسة، بنفس الوقت كعب عالي وعريض، جامع بين الكشخة واللون المفيد والعملي وأيضا التميز، ويكون مريح وعملي.